Freya was sent to meet the Mason, and to her surprise, he wanted only to whisper something in her ear. That being done, he made his way out of Asgard, and when he found Thor awaiting him at the gates of Midgard, he knew he had been double-crossed. But he didn't care, because his plan was complete. You have to come back. You left me here alone. Atreus? Faye. Wait! Come back! No! No! What have you done? It should have been him. Do you hear me? Him, not you. أولا عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. بشكركم جدا على دعمكم باللايك وبشكر جدا حسن على مساعدته ليا في الفيديو ده. وحسن يبقى متابع معانا هنا على القناة ومعانا على الديسكورد كمان، لأني صعب حاليا إن أعمل أي فيديوهات بشكل منتظم بسبب شغلي. فحبيبي يا حسن بجد أنت وكل متابع حبيبي ساعد القناة ويطور فيها، حتى لو بنظرية أو حتى حلقة كاملة، هو ساعدني جدا في الحلقة دي على فكرة. المهم خلينا ندخل في المهم. في الفيديو بتاع ميمير اديتكم أنتم الحكم، بمعنى خليت الاختيار بايديكم انتم، هل ميمير مزيف ولا لا؟ ولو مش مزيف او مش خاين يعني، طب ليه كل شيء بيشير انه ممكن يكون خاين؟ زي مثلا انه ما قالش كل الكلام اللي الثعبان العملاق يرمنجندر قاله له. ايوه خبى اشياء عن كريتوس واتريوس. ليه طالما يعرف المستقبل ما قالش نتيجه الراجناروك ايه؟ او مين هيموت؟ ومين هيعيش؟ هل مثلا عمل زي دكتور سترينج من فيلم افنجرز لمارفل، عارف المستقبل ولكن ما يقدرش يقوله؟ هل ميمير على علاقه بفي وفي هي اللي رتبت لكل ده؟ هستنى رايكم تحت في الكومنتس. بس في ناس كتير عندنا على الديسكورد، ده اللي كتير منكم اصلا لسه ما دخلوش معانا، هتلاقي اللينك في الوصف تحت، خش معانا وقول نظراتك وانجوي. المهم ان ناس كتير من المتابعين هنا عندنا على الديسكورد شايفين ان اللي في حضن اتريس على جدار يوتنهايم يبقى هو ميمير. طبعا الناس دلوقتي هتقول لك اصلا ميمير عباره عن راس بس، لكن خلينا اكمل لك. لما قفلت اللعبه من كام يوم ركزت في دخولي ليوتنهايم لحد ما خرجت من جوه، ولما خرجت لقيت ان الاقزام بروك وسندري سابوا ميمير على الارض ومشيوا، وساعتها ميمير قال انهم خدوا مقاساته عشان يعملوا ليه تقريبا جسم، فوارد فعلا ان اللي في حضن اتريس يبقى هو ميمير. هتقول لي ميمير عنده قرون، هقول لك ان اللي على الجدار وشه اصلا ملوش ملامح. عموما ميمير جزء كبير جدا من الراجناروك ومن اللعبه. حابب طبعا اضيف نظريه ليا او تحليل من عندي انا. في نهايه اللعبه لو لاحظت هتلاقي ان الجدران بتحكي مشوار اتريوس وكريتوس بالكامل، ولكن اخر جدار فيهم واللي هو فيه الشخصيه الميته واللي كلنا افتكرناه كريتوس، لو ركزت هتلاقي الجدار ده مفيش قبله شيء غريب مش وصلنا ليه، يعتبر الجدار ده الوحيد هو اللي غريب. يعني اللي اقصد اقوله ان الجدار ده ممكن يبقى في بدايات اللعبه الجايه مش في اخرها. بس ده الاعتقاد اللي جه في بالنا، ان اتريوس حزين على شخص ميت والشخص ده يبقى كريتوس، ده اللي جه في بالنا كلنا. وبعدها مشي مع الذئاب واللي قلنا عليهم سكوال وهاتي، واكيد جه في بال كتير جدا من اللي فكروا كده ان اللعبه كده هتخلص بعدها. لا، فكر فيها، ممكن تبقى بدايات اللعبه مش اخرها، او في المنتصف مثلا. قولي رايكم تحت في الكومنتس، هل الجدار ده في اول اللعبه الجايه اللي هي الراجناروك ولا في اخرها؟ وانا عن نفسي هقول لك لو ده حصل ونظريتي طلعت صح ان الجدار ده بيحكي المستقبل يعني، ولكن في بدايات الجزء الجديد، اضمن لك ان كريتوس ممكن ما يموتش ويكون الشخص اللي موجود على الجدار هو ميمير او اي شخص تاني. اما دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن الموضوع الاهم، وهو مساعده او تحالف فريا معانا، وهقول لك ليه. القصه بتبدا بعملاق جليدي اسمه سامور، وبسبب كميه الحزن عليه وعلى قصته هدغدغ سور لما اللعبه تنزل. القصه بتبتدي لما كريتوس بيسال ميمير الازميل اللي انت عاوزني اسعى ليه عباره عن ايه بالظبط وايه اهميته، وعشان تعرف الازميل ده كان كريتوس محتاجه للنقش على جدار بوابه يوتنهايم عشان يدخل للعالم بتاعها. المهم ان ميمير رد عليه وقال له ان انا سعيد ان انت سالت، كم اعشق قصصك يا ميمير، والله وحشني ميمير جدا. المهم قال ان كان في عملاق اسمه سامور، وكان فعلا عملاق بمعنى الكلمه، وعلى الرغم من كبر حجم العملاق سامور الا انه كان اعظم حجار وحرفي شافوا العالم ده على الاطلاق، وكان محتاج ان ابنه يساعده في بناء جدار عالم يوتنهايم طبعا لحمايه العالم بتاعهم من الهه الايسير. وسامور كان زي اي اب نفسه جدا ان معرفته وخبرته الواسعه في عمله يعلمها لابنه، ولكن ابنه ريماثور كان شاب عنده قلب محارب ومتعطش للحرب، ولكن ابوه كان خايف جدا عليه من الشيء ده ونصحه، لكن حصل بينهم نزاع كبير خلى العملاق المسكين سامور يخرج عن شعوره ويضرب ابنه. في اللحظه دي عزيزي المشاهد احب اقول لك ان ريماثور كأي شاب طايش هرب من البيت وهو في قمة حزنه،
ساعتها خرج ابوه المسكين سامور للبحث عنه، منتهى الوحدة والاسى والخوف والشعور بالذنب. ففي الاول وفي الاخر هو اب وحس انه غلط، ولكن خايف على ابنه. بس للاسف وحدته في سعيه عن ابنه وصراخه باسم ابنه في جميع انحاء العالم، لقى نفسه تايه بميت جرد، وفي مقابلة اخر شخص يتمنى ان هو يقابله، ثور. ثور المتعطش لاي دم يخص العمالقة. اتروس ساعتها سأل ميمير وقال له بعدين ايه اللي حصل بعد كده. رد ميمير وقال له هتشوف دلوقتي. ساعتها عرفت كويس جدا وانا بلعب اللعبة اني هشوف جثة العملاق سامور. اتريوس حتى حزن لما شافه وقال ثور قتله. وخلينا اعرفك ان الحرب بينه وبين ثور كانت عنيفة جدا، واستحملها العملاق سامور المسكين، ولكن في النهاية قدر ثور ان هو يقتله، طبعا عن طريق الازميل الخاص بسامور، وده لما غرزه في راسه. طبعا ما شفناش الفايت، ولكن ده اللي اتقال من ميمير. لا، وكمان سامور وقع على قرية كاملة وموتها، والقرية دي كانت تقريبا بتعبد اله الفانير، مش فاكر اسمه، ولكن المهم ان انفاسه لوحدها عند موته خلت كل المكان من حوله عبارة عن صقيع وجليد، يعني نظرا لانه فروست جاينت او عملاق جليدي. المهم ان ثور المتباهي والمتفاخر حب يبان ويتظاهر بانه هو خطط لكل ده يحصل، من قتل سامور وتدمير القرية العابدة للفانير دي، ده حسب وصف ميمير طبعا وحسب ما افتكر من القصة. طب ده ايه علاقته بفريا برضه وتحالفها مع كريتوس بالجزء القادم؟ جايلك في الكلام. القصة لسه مخلصتش وفعلا جميلة جدا. الابن الضال هريماثور وصاحب القلب الشجاع والمحارب، بغض النظر عن كل ده الا انه امتلك حرفة ابوه ومهارته في البناء، وكان ممتاز جدا في الشيء ده، والفضل في كده يرجع لسامور ابوه. المهم ان بعد ما عرفت هريماثور بموت ابوه بسبب ثور، وده طبعا خلال سعيه للبحث عنه، رجع تاني ليوتنهايم واشتغل على الاسوار العظيمة ليوتنهايم بالكامل، وكمل عمل ابوه طبعا لحماية العمالقة من الهة الايسير. بعدها قرر ينتقم من آلهة الإيسير على موت أبوه وعلى الجرائم بتاعتهم ضد العمالقة. كان شجاع فعلا وعنده قلبه محارب، لدرجة أنه دخل في وسط الإيسير متنكر على هيئة بشر. في البداية كان حابب يحارب ثور من كتر غله وغضبه وحزنه على موت أبوه، إلا أنه فكر بمنتهى الحكمة وشاف أن مصيره الموت زي أبوه لو عمل كده، فالأحسن يستخدم عقله. هريماثور شاف أن جدران أسجارد متهالكة وضعيفة وكمان مش مكتملة، فقرر يعمل معاهم اتفاق، وهو انه هيبني جدار قوي جدا لأسجارد، والكلام ده هيعمله في عامين فقط يعني سنتين، ولو انجز المهمة دي زي ما قالها ملوش غير طلب واحد فقط، وهو مقابلة آلهة الفانير فريا، واعتقد طلب يقابلها لمدة 20 ثانية فقط. المهم لو فشل في بناء الجدار دون في الوقت المحدد مش هياخد اي حاجة، حتى مش هياخد حق تعبه. اودين وافق وكان معتقد ان المهمة مستحيلة فعلا، ولكن فضوله خلاه يوافق. هريماثور بفضل سامور ابوه وحرفته وانه اعظم حرفي وبناء بالعالم كله، ده كله ساعده في بناء الجدار بلص الحيوان السحري اللي كان معاه، وكان بيساعده في نقل الاحجار يعني، ونهاية قدر يبني الجدار ويكمل المهمة. وخلينا اقولك ان ده احبط اودين جدا، لان معقولة نجح في مهمته وانا خسرت الرهان او حاجة شبه كده يعني، ولكن اودين كان حكيم وتمسك باتمام المهمة للاخر. انت خلصت اللي عليك، تستاهل حقك، هاتوا فريا خليها تقابله ونخلص من الموال ده. وهنا عزيزي المشاهد اقدر اقولك ان دي النقطة المهمة لفريا. هريماثور همس في ودن فريا بكلام محدش يعرفه حتى الان، ولكن هقولك رأي ميمير دلوقتي بس نكمل القصة. بعدها مشي هريماثور وخرج من أسجارد بالكامل، ولكن في طريقه لقى ثور منتظره عند بوابات ميدجارد، وكأنه مستني لأي عملاق يعدي من الايه دوت، ولكنه كان منتظر ده بالتحديد. هريماثور عارف انه خلاص ميت ميت، ولكن طبعا ما فرقش معاه لانه اكمل المهمه بتاعته بالكامل، اللي هو انا عملت اللي عليا كده كده، تعالى تعالى الثور بتاع انت موتني والشكوى الى الله. ساعتها اتريوس سال ميمير سؤالكم كلكم وسؤالي انا كمان، والسؤال هو ايه اللي قاله هريماثور لفريا؟ رد ميمير وقال له محدش يعرف الا فريا لوحدها، ولكن ميمير كان ليه تحليل للموضوع كاملا، وهو ان ممكن على الغالب ان هريماثور عارف ان فريا بتكره الاسير على الرغم من جوازها من العجوز اودين، ولكن عملت كده في سبيل شعبها. المهم ان ميمير شاف ان ممكن هريماثور شاف ان يدي السر دفاعات أسجارد لفريا او نقاط ضعف الجدار اللي بناه، ممكن نقاط ضعفه تخص البناء نفسه او شيء يخص السحر، والسحر ده من خلال فريا نفسها، شيء زي كده يعني، ده طبعا تحليل انا. المهم ان ميمير زود على كده وقال ان ممكن الشيء ده يتم استغلاله عند قدوم الراجناروك لمساعدة سورتر لدخول أسجارد وحرقها بالكامل، فغالبا الولد هريماثور يعرف بالمستقبل وبان له ان فريا هتسيب الايسير وهتقف ضدهم او حاجه زي كده يعني. انت قول لي رايك في الكومنتس تحت. فدي هي النظريه، ان خلال فايت كريتوس مع فريا وان اتريوس يروح لها ممكن فريا تقتنع وتهدى وتقف جنبهم،
او نظريتي لو هتموت فريا هتقول سر الجدار لأتريس وكريتوس، او ممكن فريا تحارب في اكتر من سايد، بمعنى تقاتل الايسير وكريتوس وأتريس في نفس الوقت، يعني تساعد سورتر في دخول اسجارد وتدميرها، وفي طريق تاني تحاول ان هي تقتل كريتوس برضو. انت قولي رأيك ايه في الكومنتس تحت، شايف انها تتحالف مع كريتوس ولا لا، وشايف من وجهة نظرك ان فعلا هريماسور قال زي ما ميمير توقع ولا قال شيء مختلف لفريا؟ ورونا التفكير اللي بره الصندوق في الكومنتس تحت. بالمناسبة اللي مخليني مستغرب ان يعني لو سور يعرف ان ده مش بشري وانه املاك وبنى ليهم الجدار وبعدها انتظروا بميت جارد عشان يقتلوا، طب ما لازم يعرفوا انه حاول يخدعهم وممكن يكون عمل شيء في الجدار، ولا تفتكر ان سور ما كانش يعرف اصلا ان الشخص ده اللي بنى لهم الجدار؟ سيب لي توقعاتك تحت، لان فعلا لو يعرفوا ان اللي بنى لهم الجدار عملاق يبقوا اغبياء، لان لازم يعرفوا ان في شيء في الجدار. المهم ان ده هو الفيديو عزيزي المشاهد، قولي رأيك في الكومنتس تحت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.